بيكم في حلقة جديدة من عمل إيديا. زي ما تعودنا وصفاتنا كلها حلوة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة صينية البطاطس، هنعملها بكور اللحمة، وهنعمل سلطة بنجر. نطلع فاصل ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف معانا ايه هي الوصفة. وصفة حلوة جدا، هنعمل طاجن بطاطس مهروس حلو قوي مع كور اللحمه. تعالوا نشوف ايه هي المقادير معايا. عندي البطاطس المهروسه، هنجيب كده شويه بطاطس حلوين ونهرسهم، ملح وفلفل طبعا، والبهارات بتاعتي هنحط جوزه الطيب، نحط خلطه الكفته اللي بيحبها كمان، تطلع حلوه جدا جدا جدا. عندنا الجبن المشكله اهو زي ما احنا شايفين، اللحمه المفرومه، البقسماط، البيض، وعندي كزبره او بقدونس الخضره بتدي طعم حلو قوي، والكريمه اللباني. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه هعملها هتبقى ان انا ايه، عايزه البطاطس كده اطريها واخلي اظبط طعمها يطلع حلو معايا كده اهو. وبقى ايه الطاجن ده او البايركس ده بيخش الفرن، ومش عايزه اقول لكم بيطلع طعمه عامل ازاي. هظبطها، اظبط الملح والفلفل بتاعها، احط هنا ملح وهنحط الفلفل هنا، هنحط شوية من الخضرة. هحط شوية زيت. وهجيب الكريمة بتاعتي. ننزل كده بيها. وبصوا هنقلب تقليبة بقى حلوة كده اهو، شايفين. اهم حاجة عايزة ادخل ايه النكهات كلها مع بعض. بصوا بقى الجمال اهو كده. وهجيب شوية من الجبنة، مش كلها عشان الشوية التانيين هيتحطوا على الوش اهو كده. وايه هتتقلب معاها. بصوا بقى الجمال، بس كده. كده عندي البطاطس الفريه او البطاطس المهروسة المسلوقة جاهزة. هننزلها في الايه، في البايركس بتاعنا اهو، وتاخد طبعا ايه الجبنه بقى تسيح وكده. فين اهو، اعمل كده اهو. يا سلام على الجمال. كده هي جاهزه ان هي ايه تخش الفرن مع الكفتة بتاعتنا اللي هنعملها. تعالوا بقى نشوف انا هعمل ايه دلوقتي. هجيب اهو، بصوا بقى، هنزل اللحمة المفرومة، هحط معاها بيضة او بيضتين على حسب ايه الكمية اللي انا هعملها. بيضتين او بيضتين، احط البصل المبشور وبهارات الكفته ورشه صغيره من جوزة الطيب، ملح وفلفل الخضره للي بيحب الخضره، وايه بقسماط علشان امسكها مع بعض، والخليط الجميل ده اهو يتعجن كله مع بعضه كده. بصوا بقى الجمال، يلا بينا. هبدأ بقى اجيب الكفتة كده
وهنبدا نكور. هنعمل الكور اللي احنا عايزينها بقى، ممكن تبقى كبيره صغيره زي ما احنا عايزين، بس انا هعملها كور. اوكي نعملها ايه، ميت بولز. يلا كده انا عامله واحده ثانيه عشان عايزه ابقى اوريكم بتطلع عامله ازاي قبل ما نرجع من الفاصل اهو. بس عايزه اعمل معاكم دي، تشوفوا شكلها بيبقى جميل ازاي، وبتخش الفرن وبتبقى حلوه وبتسيح، والجبنه كمان بقى اللي مع البطاطس بتسيح. والبطاطس ممكن ازود لها توم للي بيحب التوم، ممكن ازود لها توم اوكي، بس انا يعني ايه عاملاها لايت كده خفيفه في الطعم، ان هي ما تبقاش تقيلة. وممكن برضو طبعا نبدل الكريمة، ممكن نبدلها باللبن اللي بيحب. هي الكريمة بس بتخليها كريمي كده شوية، بس اللبن كمان بيطريها وبيكون جميل جدا. تعالوا نشوف كده احنا عملنا ايه تاني مع بعض من الاول. عندي بطاطس مهروسة، بطاطس مسلوقة وايه اهو كده، وبعدين حتى معاها جبن مشكلة مبشورة، معاها الكريمة او اللبن، وعندنا طبعا احط بقى الملح والفلفل والزيت او الزبده، وبيتحطوا كلهم مع بعض. وبعد كده عندي الكفته، الكفته بعملها زي ما احنا شايفين، عملناها بطريقه لذيذه جدا وسهله، ملح وفلفل، جوزة الطيب، بهارات الكفته، والبقدونس، الخضره بتبقى حلوه قوي، بقدونس كزبره بيبقوا جمال جدا جدا. وبعد كده طبعا البصل، البيض، البقسماط، تطلع جميلة جدا. وعلى الوش بقى نرش ايه الجبنة كده، تسيح وتبقى حلوة جدا اهو كده. يلا بينا. بصوا قد ايه بتطلع حلوة. وده بقى طبق جميل جدا، يعني ايه نعمله كمان في عزومه، ممكن نجيب بايركس اكبر شويه ويخش، او طاجن كمان، في الطواجن بتطلع جميله جدا. وخلي بالكم لان الكفته من الحاجات اللي بتكش، فما تعملوهاش صغيره قوي عشان ما تبقاش ناشفه، يعني نحاول نعملها. ودول بقى انا بقى اعملهم، ممكن اصبحهم لايه لمره ثانيه. وبعدين هحط بقى هنا الجبنه كده، وتخش بقى تاخد السوا بتاعها الحلو قوي. بصوا بقت جميله ازاي اهو، تخش بقى تاخد السوا الحلو المظبوط. يلا تعالوا بقى ندخلها الفرن مع بعض. ايوه تعالوا بقى نشوف ايه النسخه اللي انا عاملاها. بصوا بقى بتطلع جميلة ازاي، بصوا، ونرش عليها كده الخضرة وهي سايحة وجميلة، بصوا جمالها، بصوا بتطلع حلوة ازاي. وقت التقديم هنرش عليها من ايه، من على الوش الخضرة. وبألف هنا وشفا تعالوا نطلع مع بعض فاصل سريع، نجيب الوصفة التانية معانا، وتكون كمان اللي احنا عملناها ان شاء الله استوت، ونرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نفتكر عملنا مع بعض ايه. عملنا مع بعض صينيه او بايركس البطاطس الحلوه قوي، بطاطس المهروس بالجبنه كده، ومعاه الكفته الحلوه قوي او الكور اللحمه، مع برضو الجبنه السايحه والخضره، بيطلع جميل جدا. تعالوا نشوف ايه هي الوصفه الثانيه معانا، وهي سلطه البنجر اللي احنا بقينا نعملها كذا مره بكذا طريقه مختلفه، عايزاكم تجربوهم كلهم عشان طعمهم بيبقى حلو جدا وفايدتهم احلى واحلى. تعالوا نشوف ايه هي المقادير. عندي بنجر هكون سلقاه، واحنا بنسلقه نرش معاه سنه بسيطه جدا من السكر اوكي. وعندي جبنه بلو تشيز، عندي الجرجير الخاص الكابوتشا، عندي خل تفاح، ليمون، عسل، وزيت زيتون، وطبعا الملح والفلفل لا غنى عنهم. تعالوا نشوف اول حاجه هعملها، ان انا ايه هجيب الخاصه بتاعتي الحلوه وهبدا في تقطيعها. انا عايزه ايه
عايزة طبق سلطة متميز حلو مختلف زي ما انتوا ايه عارفين، دايما بنحب نعمل حركات كده في الاكل، مش عايزين يبقى الاكل اللي هو التقليدي بتاعنا والسلطات العادية، فايه عايزين نمشيها بطريقة لذيذة اهو كده. طبعا السلطة دي من السلطات الحلوة جدا، المقادير بتاعتها سهلة سريعة، واللي ممكن نستغنى عنه يعني لو حاجة مش متوفرة نستبدلها على طول بحاجة تانية، بلاش ان انا ابقى بس قايله لا ايه ده ما عنديش زي خلاص مش عارف اعمل وصفه، لا لازم دايما دايما نحط التاتش بتاعنا ايه في الوصفات، فعادي ممكن نبدل. اوكي كده حلو قوي، حلو بقى نجيب الجرجير، الورقيات عامه بتطلع حلوه جدا فنستخدمها على طول ونعمل تنوع بيها على طول، وكل مره نفاجئ ايه البيت بسلطة جديدة مختلفة حلوة اهو. بصوا بقى الجمال، بعد كده هجيب بقى هنا البنجر بتاعي، زي ما قلت لكم انا البنجر ببقى ايه سلقاه ومعاه رشة سكر علشان طعمه يبقى جميل والسوا بتاعه والايه التكتشر او الملمس بتاعه يكون حلو كده. وهجيب البلو تشيز، عايزه اقول لكم ان الجبنه دي بتديها طعم جميل قوي ونكهه كده مميزه، ممكن نبدلها لو مش متوفره، ممكن نحط الجبنه الفته، ممكن نحط البارميجان، ممكن الجبنة الرومي المبشورة لو بنحبها برضو بتطلع جميلة، بس هي دي بتبقى حلوة وكريمي كده مع البنجر بتكون جميلة جدا وإضافة حلوة قوي. بصوا بقى الجمال، طبق جميل جدا ونعمل له الصوص بتاعه سهل سريع وإيه وحلو قوي قوي. يلا كده أنا هنا خلاص، يلا بينا الصوص، عايزين نعمل ايه صوص سهل سريع وفي نفس الوقت حلو قوي. حط بقى من خل التفاح مع زيت الزيتون مع الليمون وايه العسل بقى كمان، وهجيب الملح رش من الملح وايه نقلب كويس قوي، نبقى عملنا صوص حلو جدا جدا لطبق سلطه مميز وايه جميل. نخلي كله كده يخش في بعض وايه هبدا بقى انزل الصوص بتاعي على السلطه كده، نحاول نوصل لكله. يا سلام يا سلام حلو قوي. تعالوا نشوف عملنا ايه مع بعض. عملنا مع بعض اول حاجه كانت بايركس او صينيه البطاطس، عملناها بطريقه جميله جدا، بطاطس المهروسه معاها اضافه الكريمه مع الجبنه، لو عايزين نغيرها باللبن برضو بتطلع حلوه جدا، وكور اللحم الحلوه جدا الغنيه، وعملنا مع بعض سلطه البنجر مفيده سريعه ولذيذه جدا. اتمنى يكونوا وصفات سهله حلوه، جربوها وابعتوا لي دايما على صفحه البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك وسي بي سي صفر على انستغرام، واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده من عمل إيديا.